بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة الكرام المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم حول قيمة العمل في الإسلام. العمل هو قيمة من القيم الخالدة الإسلامية التي نهدى بها، مثل العمل، مثل العلم، هذه كلها قيم ومبادئ وعناصر أساسية نادى بها الإسلام، وغيرها من القيم، قيمة العدل، قيمة التسامح، قيمة المساواة، قيمة الحرية، هذه كلها قيم خالدة أتى بها الإسلام وأكد عليها حتى تنتشر في المجتمع الإسلامي، كقيمة الصدق، قيمة الإخلاص، هذه كلها قيم ومبادئ إسلامية شرف بها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين والمسلمين بصفة عامة. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على العمل، منها قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ومنها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد ركز الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن العمل الصالح، العمل الصالح، لأن كلمة العمل هي كلمة مطلقة، قد يكون العمل ويظن صاحبه أنه يفعل في الخير وأنه عمل صالح لأنه يستفيد منه هو، ولكن قد يكون مضرا لغيره. ولهذا أكد الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات على أن العمل ينبغي أن يكون عملا صالحا. ما معنى صالحا؟ أي عمل فيه فائدة، ليس فيه مضرة للإنسان، لا لنفسه ولا لغيره. العمل الصالح هو كل عمل فيه خير وفيه نماء في الحياة، سواء عمل فكري أو عمل يدوي أو عمل بدني، كل هذا فيه هو يقال فيه عمل وفيه فائدة للإنسانية. طلب العلم هو عمل أيضا، العمل التجاري، التجارة هو عمل أيضا، الصناعة عمل، الفلاحة، كل سواء عمل يدوي أو عمل فكري هو كله عمل وينبغي أن يكون صالحا، يستفيد منه الإنسان في حياته الخاصة حتى لا يكون عالا على غيره، ويستفيد منه أيضا المجتمع والإنسانية بصفة عامة، لأن العمل تتقدم به الشعوب وترتقي به الشعوب ويفوز به الإنسان في حياته الدنيا، ويثيبه الله سبحانه وتعالى على عمله، خاصة إذا كان يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لما يكون عمله كعبادة عند ذلك يكون مثابا عليه ومأجورا عليه، بخلاف إذا كان عمله على غير ذلك، إذا كان عمله فيه ضرر سواء لنفسه أو لغيره، فإن ذلك العمل يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله، لأنه سيضره هو ويضر غيره من أفراد المجتمع، فيولي آثما ويتحمل وزر ذلك العمل في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى ربما ذلك العمل يضره في الحياة الدنيا، ثم في يوم القيامة يحاسب عليه ويعاقب عليه. لذلك نحرص أيها السادة الكرام على أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تعالى، نقصد به وجهه سبحانه وتعالى، ونقصد به الاستفادة وإفادة الغير، لأن في العمل تقدم وازدهار للحياة. ولهذا أبناؤنا وشبابنا الذين ينشدون العمل ويطلبون العمل، إذا وجدوا عمل عند في مؤسسات الدولة أو في المؤسسات الخاصة فبها، وإذا لم يجدوا ينبغي أن يعملوا على أنفسهم ويتكلوا على أنفسهم، وأن المقاطعة الطرقات والقيام بمنع غيره من العمل كل ذلك عمل ليس صالحا، وإنما هو عمل ضار يضر بالمجتمع يضر بنفسه أيضا. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على نفسه ويبحث عن العمل، وليس من عيبا أن يعمل أي شيء يدخل له المال وبواسطة ذلك العمل يستطيع أن يعيش حياة عادية، أمل تكفف وطلب التسول وطلب المال من الغير وطلب، هذا كله مضر لشخصيته ولكرامته ويضر أيضا بالمجتمع. لذلك البطالة عمل سيء
ووبالها كثير وخطرها على المجتمع على الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى يكره العبد البطال يريد أن يعمل ولا مضر في العمل أي عمل يقوم به، ولا ينبغي أن يستنكف عن العمل الذي يكون عمل شريف وعمل خاصة العمل اليدوي الذي يتعب من أجله ويمسي كالا بذلك العمل، فعنده ثواب عنده أجر الله. ولا يستنكف، لأن الأنبياء خدموا فيهم من خدم بيده، فيهم من رعى الأغنام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرك رعى الغنم بمبالغ مالية معينة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه القيمة، قيمة العمل، باعتبار أن ولو في آخر حياته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الحديث هذا قال: لو كان في يد أحدكم فسيلة، أي عرف شجرة يريد أن يزرعها، وقامت الساعة فلا يستنكف ويزرعه، لأن في ذلك ثواب له ولكل من يأكل منه سواء إنسان أو حيوان أو طائر. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.